العالم في دقيقة. المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا يقدم اليوم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي بشأن نتائج جهوده واقتراحاته للتسوية السلمية لنزاع الصحراء المفتعل. في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية البلجيكية، رجال الأعمال المغاربة والبلجيكيون بحثوا اليوم في الدار البيضاء الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. الوزير الأول البلجيكي غادر المغرب عائدا إلى بلاده. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن قلقه من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية بعد أن توعدت تل أبيب مجددا برد حاسم على الهجوم الإيراني الأخير. وأمطار غزيرة تغرق دول الخليج وتوقع 18 قتيلا في سلطنة عمان، وسلطات دبي تغير مسارات الرحلات الجوية القادمة إليها.